اهلا وسهلا بيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من برنامج بالصحه والهنا. حلقتنا النهارده حلقه خفيفه جدا 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 علشان الناس اللي معانا تعبوا بقى من كتر الاكل والديوك الرومي والحمام المحشي والممبار والحبشتكنات المصريه دي كلها. هنعمل لهم النهارده اكله هنديه خفيفه للغايه علشان يقدروا يصلوا التراويح ويقدروا يسهروا معانا شويه بدل ما ياكلوا ويناموا. الاكله النهارده أكلة خفيفة جداً من ضمنها السلطة، سلطة الفلفل المشوي. الفلفل المشوي، الفلفل الألوان، فيه مواد اللي هي مضادات الأكسدة. دي حاجات علمية كده مش هشغل بالك بيها، المهم إن هو مفيد جداً 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 للصحة ولازم نهتم بيه سواء فريش أو مشوي. ده يا ستي الفلفل المشوي اهو، هتقومي مكسرة كده بإيديكي عشوائي جداً اهو، يدوب بس هتفتحيه كده تفتيح ولا سكينه ولا تتعبي نفسك، ما تقوميش ما تروحيش لحد اهو المطبخ اهو جالك لحد عندك. وهتجيبي الصاج بتاع الفرن الحلو ده، الفرن بتاعك طبعا يكون سخن وحلو اهو، حتى شوفي الصاج سخن ومولع اهو كده اهو، تحطي عليه الفلفل وهتديله رشه زيت زيتون وهتدخليه الفرن. هتدخليه الفرن على حراره متوسطه لحد ما يتشوي واليافه تضعف وياخد شوية لون، ما تسويهوش قوي علشان ما تفقديش المية بتاعته كلها جوه الفرن اهي. شايفة؟ جميل جدا. طبعا الصاج مدهون زيت وجاهز للشوي اهو، كله كله كده علشان يبقى زي الفل. هتخش الفرن، ركزي معاه عشان الحاجات دي بتتحرق بسرعة. وادي يا ستي. وبعدين هنيجي هنا عند العجانه القروبه دي وهنعجن لقمه عيش جميله جدا، لقمه العيش اللي هناكلها مع الكفته، يعني لقمه فريش وكفته فريش وسلطه فريش والنهارده بقى اجازه. ادي المكونات بتاعت لقمه العيش: نص كيلو دقيق، معلقه خميره وبيضايه، وعندك كمان يا ستي معلقة سكر. ممكن تعجنيها اللقمة دي بشوية زبادي، ممكن تعجنيها بشوية لبن، ممكن تعجنيها بالمية، على حسب ما انت عاوزة. المهم ان احنا نعجنها اهي. ادي الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الخميرة، وادي السكر اللي هيسكر لي اللقمة وهينعنش الخميرة ويخليها تشتغل معايا بسرعة. عندي كمان بداية اهي، وهنحط كل المكونات دي كده على بعض وهنقلب تقليبة تقليبة خفيفة كده اهو، وبعدين هنروح نجيب لها المية. بسم الله. هتديها المية بتاعتها شوية بشوية، ويستحسن ما تكونش بتغلي. هنقلب برضو تقليبة كالعادة علشان العجنة دي حجمها كبير واحنا عاملين حبة دقيق صغيرين، فلازم نديها هاند كده علشان اللقمة تتعجن معانا بسرعة، نقعدش لحد الصبح.
وبعدين هتلميها بشويه زيت صغيرين، زيت ذره، علشان العجينه دي تتلم وتلمع معاكي اثناء التسويه وتبقى كويسه كده. اهو بصي يا ستي، اول ما الدقيق يبتدي يتلم وتوصل للمرحله دي، هي كده لسه ما اتعجنتش ولسه ما اتخدمتش. زي ما انت شايفه اللقمه لازم تبقى يابسه، تبقى يابسه في ايدك، ومن البدايه تبقى ملمومه، ما تبقاش طريه زي انواع عيش كتير قوي عملناها قبل كده. اول ما العجينه بتاعتك تلم كده من الحله وتنضفها وتبقى الحله بتاعتك خلاص ملمومه، يعني ما فيهاش ولا ذره دقيق، وتبقى العجينه كده اهو قطعه واحده، هتقومي جايباها طلعاها من الحله زي الفل اهي. طلعت معاكي احلى من كده مفيش اهي. هتقومي برده خدماها العجينه، تقومي مفتحاها كده التفتيحه، شايفه العجينه ازاي يابسه ناشفه مش طريه، علشان ساعه الفرد تبقى معاكي سهله. ممكن تفرديها العجينه دي، تفرديها بزيت، ممكن تفرديها بزبده، واللي عايز يفردها بنشا بيفردها، النشا اللي هو الكورن فلاور، اللي هو مش عارفه اسمه ايه هنا في الجزائر بصراحه، بيقولوا عليه مش عارفه ايه اسمه ايه، غششوني يا جماعة الكلام اهي. شايفة عجينة والله رائعة وزي الفل. عندك طبق اهو، وادي يا ستي الطبق اللي كان فيه الدقيق ده زي الفل، وادي البلاستيك بتاعنا. البلاستيك اللي بيغطي المعجنات ويحفظها كويس جدا ويساعدها على الاختمار. لو غطيتيها بطبق، لو غطيتيها بفوطة طبعا هتبقى زي الفل برضو، ولكن البلاستيك ده وظيفته ان هو بيعمل حاجة كده زي الاحتباس الحراري، وبيتفاعل مع الخميرة والسكر اللي هي اللي موجودة في العجينة، فبيساعدها اكتر ان هي تختمر بشكل كويس بشكل صحي. ولازم يكون البلاستيك بتاعك لونه ابيض وشفاف، اذا هتستخدميه طبعا دايركت على العجين ودايركت للاكل لازم يكون لونه ابيض ما فيهوش اي الوان. هنخليها هنا جنبنا كالعاده علشان العجينه بتاعتك تخمر وتعمليها على طول. طيب دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا الطبق الرئيسي، الطبق البسيط الخفيف اللي مش هياخد منك اي مجهود، يعني انت كده هتيجي من الشغل زي الفل هتخلصيه بسرعه. عندك اول حاجه اهي نص كيلو لحمه او ربع كيلو لحمه على حسب الناس اللي عندك، واي نوع لحمه برضو انت تحبيه، عايز تعملي لحمه ضاني، عايز تعملي لحمه معيز، عايز تعملي لحمه بقري. على فكره الاكله دي كمان بنعملها في الاعياد لما يعني يكون دبحين وعندنا حتة خروف كده حلوة بنفرم منها، بتبقى الكفتة دي رائعة جدا جدا مع العيش السخن والسلطات، بتبقى في منتهى الجمال. عندك بصلاية مفرومة، لازم تكون مفرومة ناعم كده علشان القطمة بتاعت البصلاية تبقى مسكرة وتبقى طعمها جميل وما تكونش باينة قوي. عندك فص توم واحد وبيضاية، والجديد بقى عند الهنود ان الكفتة دي هندية هنحط معاها شوية جنزبيل فريش. ما عندكيش جنزبيل فريش ومش اوانه، في جنزبيل الجينجر الباودر اللي موجود عند العطار. هنمكس كل ده طبعا في طبق. عندنا الطبق اهو،
هنفضي فيه حته اللحمه الحلوه المفرومه دي، وعليها شويه البصل اهو. بصي الميه بتاعته، ميه البصل جميله جدا جدا. لازم ت ت ت اقول لك تدبلي البصلايه كده بايدك كده اهو، علشان الالياف بتاعتها زي ما قلت لك بتبقى مسكره اكتر لما البصلايه تلمس الايد. وادي حته التوميه، طبعا انا حافظاها في الزيت، فانا مش هحط زيت على اللحمه، كفايه الفاتس اللي فيها وكفايه الدهون اللي هي موجوده فيها اهي. ولكن انا بحب زيت التوم ده. عندي الجنزبيل المبشور، هتبشريه ناعم جدا على السكينه، لان الجنزبيل من الحاجات الحاميه اللي هي الحاده جدا جدا، مش كل الناس بتقدر على القطمه بتاعه الجنزبيل دي، فانت هتبشريه جدا جدا هيبقى ناعم كده. لو مش عاوزه الجنزبيل الفريش هتقدري تحطي الجنزبيل الباودر زي ما قلت لك، بيبقى اهدى شويه من ده، ولكن ده طبعا فوائده في منتهى الجمال وانا بحبه، عشان كده هحطهم كلهم. وادي بضايه اهي، وهنمكس بقى كل الكلام ده. طبعا قبل ما نمكس وقبل ما نعجن في اللحمه هنتبل شويه شويه شويه، اللي هو يا ستي الملح، بهارات اللحمه. بهارات اللحمه دي فاضيه، ناخد بهارات غيرها. بسم الله ما شاء الله اهي. وادي كمان بهارات اهي، فلفل اسود والجرام مسالا. الجرام مسالا طبعا اللي هي البهارات الهنديه اهي، دي معروفه جدا وتركيبتها سهله، ولكن الهنود بيتفننوا قوي فيها، بيعملوها بطريقه جميله جدا فيها الحاجات بتاعتهم، البهارات بتاعتهم ريحتها جميله جدا. هنحط كده البهارات طبعا على حسب الرغبه، والملح هيبقى خفيف خفيف، يا وش يا وش كده اهو. بس اللحمه بتاعتك تبقى متبله، وشوية الجرام مسالة اهي، ريحتها حلوة قوي قوي قوي. حتى الكفتة دي كمان طريقة تسويتها من الطرق الخفيفة، هتستوي على نار في حلة او في طاسة، مش لو حابة تدخليها الفرن برضو مفيش مشكلة، عايزة تسويها في الفرن زي الكفتات العادية مفيش مشكلة. ولكن النهاردة احنا هنسويها متغطية مش مكشوفة، يعني هي مش من الكفتات اللي لازم تاخد لون ولا حاجة، ده هي عاملة زي الكبيبة، عارفة زي الكبيبة المصري بتاعتنا، هم عندهم كده طبع شوية زينا، بيسووا اللحمة المفرومة بتبقى كده عبارة عن كور، بتسوى جوه الطاسة متغطية وبتستوي على البخار من غير ما تضاف لها أي مواد ولا أي سوائل ولا حاجة. هي بيكتفوا جدا بكمية الدهون والفاتس اللي موجودة جوه اللحمة، وبيكتفوا كمان بالمية والجوء اللي هينزل من اللحم. عندي عود كزبرة خضراء اهو من الجنينة الحلوة بتاعتنا دي، وتفرميه فرم ناعم زي التبولة زي الشملولة اهو، تفرمي وتيجي بقى يا ستي هنا على الكفتة الجامدة دي، وتقومي عجنة تعجني كده، خلي كل المكونات لازم تتمكس كويس جدا، تعجني تعجني جامد، تعجني تعجني خالص كده لحد ما كل الالياف دي تمتزج مع بعضيها. وزي ما قلت لك ان التتبيله بتاعه البصلايه، يعني لما تدبلي البصلايه بايدك تعصريها كويس جدا جدا، دي بتخليها مسكره قوي وليها طعم تاني خالص غير البصلايه اللي بتاخديها من على السكينه تقومي مشوحاها على طول في الطاسه اهي. كمان البضايه النهارده في الكفته هتديها قوام، هتبقى ممسوكه، وكمان هتديها نسبه كالسيوم اكتر، يعني الكفته بتاعتك هتبقى فيها حديد وكالسيوم. وبالصحه والهنا. ادي الطاسه اللي احنا هنسوي فيها اهي، هتولعي عليها كده النار خفيف خالص، نار هاديه جدا 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 اهي. والكور دي بقى
مش هتبقى زي الميت بول بتاعت الصغيرة دي، دي هتبقى كده كفتة ليها شخصيتها على اللقمة. علشان أكلتنا النهاردة هي عيش وكفتة، فالكفتة بتاعتك النهاردة لازم تكون حجمها كبير أهي، ولا أي دهون ولا أي مادة دهنية خالص هتحطيها في الطاسة كده. وهتكوري كوري أهي، تحطيهم كده جنب بعض، وبعدين هتغطي عليها الطاسة وهتستوي خالص على نار هادية. تقريبا كده هتقعد لها حوالي 15 دقيقة لحد ما الكفتة تستوي. أكتر من كده الكفتاية نفسها اللحمة هتنشف، والمية المفيدة جدا جدا المغذية هتنشف منها، هتتبخر منها، والكفتة هتفقد قيمتها الغذائية، هتفقد قيمة الحديد وهتفقد الكالسيوم اللي فيها. دلوقتي زي ما قلتلك هتغطي عليها على نار هادية لمدة ربع ساعة، وهنطلع فاصل علشان نرجع نعملك بقية السلطة المشوية ونقدم الحلقة. خليكي معانا. اهلا وسهلا بيكي مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي احنا شوينا الفلفل اهو، بصي بعد ما طلع من الفرن دي درجه الشوي اللي احنا محتاجينها. بشويش كده بعد، طبعا بعد ما هيبرد شويه ويهدى الحراره بتاعته، هتشيلي القشره الرقيقه جدا اللي عليه دي، قشره الفلفل، ويعني على قد ما هتقدري اهي تقشريه كده. طبعا البذر بتاعه برده ما بيدخلش معاكي في السلطه، على قد ما هتقدري كده اهو، علشان يبقى جاهز للتقطيع. الفلفل المشوي ده جميل جدا جدا، طعمه حلو قوي. ممكن نعمل بيه مثلا سلطات تانية زي المحمرة، سلطة المحمرة اللبناني برضو بنشوي فيها الفلفل، نديها نطس ونديها زيت زيتون ونديها شوية كزبرة، بتبقى رائعة جدا جدا برضو مع المشويات. ولكن احنا هننوع وهنعملها برضو، يعني حلقة كده عايزين نعمل كباب وكفتة مصري اللي هو أكل الحاتي، وإن شاء الله هنعمل جنبه الحمص والمحمرة والحاجات دي كلها. هتبقى تقريبا كده في الموسم اللي هو هنا في الجزائر بيحتفلوا في نص رمضان اللي هي 15 رمضان هنا موسم، ان شاء الله برضو هنعملها، هتبقى حلقة ظريفة بإذن الله ومناسبة جدا جدا لكل الناس. اهو الفلفل، عايزين حتة كمان أصفرة علشان نلون السلطة. السلطة دي كمان هتاخد معاكي طماطم شيري، ممكن تشويها وممكن لا، بس انا ما حبيتش النهاردة اشوي الطماطم الشيري علشان ان هي الطماطمية عاملة زي الكريزة ضعيفة، فلما هتتشوي هتنشف وهتدبل، فانا حابة ان هي النهاردة تبقى فريش. ممكن كمان تشوي معاها بصلاية، لكن برضو مش هنحط بصل كتير النهاردة، كفاية البصل اللي موجود، خلي دول كده هنزود بيهم بعدين علشان وقت الحلقة. بصي يا ستي التقطيعة بتاعتك هتبقى ازاي، هتبقى كاريه اللي هي المربعات، عايز تعمليها جوليا نعمليها، ولكن التقطيعة المربعات دي مش هتهري، يعني مش هتخلي الفلفلية تبقى مهرية. الجوليا تقطيعة رفيعة جدا، هتطلع المية من الفلفل، وانا عايزة بقدر الامكان ان الفلفلية تفضل كده محافظة على الالياف بتاعتها بعد الشوي كده اهو، تبقى كبيرة وواضحة. كده تقطيعات كبيرة جدا، مربعات، ويا ريت يعني تكون مناسبة، تكون شكلها يعني شكلها مناسب لبعض علشان البرزنتيشن بتاع التقديم، عشان كمان لما ضيوفك يجولك بالسلامة وحماتك تيجي تزورك ما تقولش عليك ان انت يعني اي كلام، مش اي اللي يطبخ الكلام ده. ادي الفلفل اهو، هتحطيه كده بشكل ظريف في نص الطبق، فلفل المشوي، وهتديله اتنين طماطم شيري، اتنين بس، هاتي كمان واحدة يلا عشان الحبايب. كده رصة ظريفة للطبق، وعندك زيتون اخضر فيليه، متحاوليش ابدا تستعملي اي نوع زيتون
في بذر جوه السلطات. السلطه طبعا احنا بناكلها على طول كده بالمعلقه وعلى طول بالشوكه. لو واحد حبيبك قوي صادف وكل الزيتونه ببذرتها ممكن يزور ولا حاجه على الاكل، فانا التفادي الموضوع ده. ويا ريت تحطي الزيتون المخلي، استعملي الزيتون المخلي سواء اخضر سواء اسود. عايز تستعملي الزيتون الكلاماتا اللي هو ببذره ما بيتباعش مخلي، هوريك ازاي دلوقتي تخليه منتهى السهولة، وتحافظي على برضو الزيتونة مش مهرية اهي. سلطة جميلة جدا، فوائد الزيتون وفوائد الطماطم والفلفل المشوي. هنديها برضو دلوقتي عصير ليمون، عندي واحدتين اهو زيتون كلاماتا، هتدوسي عليها كده من النص وهتطلعي البذرة بتاعتها بشويش، هتطلع معاكي نصين سلام اهو زي الفل. لما تدوسي عليها من ناحية واحدة مش هتتهري، لما تدوسي عليها من النص هتطلع مية في وشك وهتتهري وهتبقى مش كويسة خالص. شوفي دي دوسنا عليها من النص اهو. عندي الشطة، الشطة المخللة دي ممكن تستخدميها، في نوع شطة اسمه شطة الهالوبينو. الشطة الهالوبينو دي الشطة المكسيكي بيخللوها بشكل معين، بتبقى جاهزة في السوبر ماركت علشان السلطات اللي بالشكل ده، عشان السلطات الحارة اللي هي بتتقدم جنب المشاوي وجنب كباب الحلة وجنب الحاجات دي بتبقى رائعة جدا. مش موجودة الهالوبينو، تستخدمي الشطة المتخللة في الليمون عادي جدا اللي هي الشطة الخضراء العادية. هتعملي لها عصير ليمون وشوية زيت وهتشيليها في البرطمان 3 ايام هتبقى معاكي زي الفل. وهتدي السلطة بتاعتك شوية عصير ليمون وشوية زيت زيتون، عندك اعشاب دراي برضو حطلها، ما تحطيش ملح في السلطة دي علشان الفلفل ما يجيبش مية، ما يجيبش ميته ويسرد، وعلى ما تستني الخمس دقايق او العشر دقايق بتوع قبل التحضير بتوع رمضان هيكون طبق السلطة بتاعك دبل وبقى عيان. تديله ورقتين كده كزبرة او اوراق الحشيش اللي هم بيسموها هنا في الجزائر اهي، رشة خفيفة خالص، طبق سلطة جميل جدا جدا وقيم ومفيد وجديد. عايزين بقى دلوقتي نعمل يا ستي لقمة العيش الطري. خلي الحاجات دي هنا جنبينا كده اهو، نعمل بقى اللقمة الطرية بتاعت العيش اهي. طبق السلطة هنا اهو على جنب، عندي الدقيق بتاع الفرد. بصي العيش بقى عامل ازاي، العجينة ازاي شكلها بعد الخميرة، هتخمر معاكي في اقل من نص ساعة، اقل من نص ساعة بالظبط العجينة دي هتبقى جاهزة. عندك طبعا الصاجة سخنة على النار، نوسع كده طبعا عشان انا شغالة في نفس المكان، لكن انت امكانياتك في المطبخ بتبقى اوسع من كده، الموضوع معاكي بيبقى متاح اكتر اهي. بسم الله. ممكن تفرديها على النشابة وممكن تفرديها بايدك اهي. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، العجينة رائعة جدا جدا جدا، تاخدي كده من الجنب علشان ما تهبطيش العجينة كلها، ما تخليهاش تخلص اهي. وهتعملي كور على قد رغيف العيش على قد الصاجة اللي انت هتسوي عليها، هتتفرد زي الرقاقة بالظبط اهي، تبقى مدورة كده وشها جميل وبيضحك زيك. اهي حطي دي كده، وادي يا ستي النشابة بتاعة الفرد اهي، النشابة ادي كمان اوبا بسم الله، ثبت العيش الجميل الحلو الفلاحي ده والله رائع، عامل زي المشنة بتاعة ستي بتحط فيها العيش. تفردي كده اهو العجينة زي فرد الرقاق بالظبط، زي فرد البيتزا لو كنتي حبيبتي بتعرفي تعملي بيتزا
افرديها زيها اهو. خليه رقيق علشان يطلع معاكي كويس. تنفضيه كويس جدا من الدقيق اهو، شفتي الدقيق اتنفض على هدومنا اهو اهو. وعندك الصاج سخن هتحطي عليه الرغيف كده وترجعي تفردي واحد كمان، تعلي عليه بس شويه اهو. وهنفرد بقى كل العيش بالشكل ده، هتفردي وعينك عليه وانت بتسويه. هنطلع بقى فاصل دلوقتي ونرجع نقدم لك الكفته والعيش السخن مع سلطه المشويات. خليكي معانا. اهلا وسهلا بيكي مره تانيه بعد الفاصل. ودلوقتي قدمنا العيش الطري زي ما انت شفتي بالظبط، خطوات العجين وخطوات ازاي هنسويه بطريقه سهله وبسيطه على الصاج. عملنا كمان الكفته، استوت في الطاسه من غير اي ميه، من غير اي مواد دهنيه، وزي ما انت شايفه تقديمتها سهله وبسيطه. عملنا كمان طبق المشويات، الفلفل المشوي مع الزيتون والفينجريت الخفيف. ان شاء الله تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. باذن الله تشوفونا على قناه سي بي سي فينا، قناه المراه الجزائريه، وصحه فطركم.